رمضان ويا شهر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لنا وقفة أخرى. هذه الوقفة وقفة الصدقات في رمضان. نعم، الله عز وجل فرض عليك الصيام، ومن معاني هذا الصيام، معاني هذا الصيام وأسراره، أنك تحس بالجوع والعطش وألم ذلك. فمن الناس من أغناه الله عز وجل فلا يحس بشيء من ذلك خلال العام، لكنه في رمضان يستشعر الألم، ألم العطش وألم الجوع. ولعل هذا الألم يدفعه ليحس بإخوته الآخرين الذين يعانون هذا الألم وهذا الجوع خلال السنة كلها، فيتحرك للبذل والعطاء. الصدقات في رمضان ليست كالصدقات في غيره. ولهذا ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عبد الله بن عباس كان أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن أجود من الريح المرسلة. فالريح المرسلة تدفع السحب، تجمعها، يترتب عن ذلك نزول الغيث. الريح المرسلة تلقح النباتات. الريح المرسلة رحمة على العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا ولكن كان أجود من ذلك في رمضان. فالصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيرها. الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، الصدقة برهان. والبرهان هو أول شعاع يخرج من الشمس بعد احتراق. برهان، الصدقة برهان على إيمانك، برهان على إخلاصك. هذه الصدقة سواء أقدمتها في السر وهو الأولى، أو قدمتها في العلانية إن حصل الإخلاص حتى يقتدي بك غيرك، كل ذلك خير، كل ذلك خير، إنما أن تكون الصدقات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد وعلم في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر مثل الذي للصائم، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا ربح، هذه غنيمة باردة، أن تربح صيامك وصيام الآخرين. فإن استطعت ووسع الله عليك أن تفطر في كل يوم صائما فقد تحوز أجره وأجرك، مع أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أعلم أخي الكريم أن الله عز وجل جعل مكانا رفيعا في الجنة لأصحاب الصدقات. قال في الحديث، حديث أبي هريرة، الحديث 7: يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. وذكر 7 منهم: ورجل تصدق بيمينه أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه صدقة السر. بهذه الصدقة وبهذا الفعل المبارك خلال السنة كلها وبأخص في رمضان، بهذا الفعل لعله يشتري ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
فإياك أخي أن تبخل. تذكر أيها الأخ الكريم، أيها الصائم، تذكر الأكباد الجائعة خلال السنة. والله إن من إخوتك من لا يذوق اللحم إلا لمامة، ومنهم من لم يشبع قط، وأنت ولله الحمد في سعة وفي شبع دائم وفي ري دائم. فبصومك في رمضان وبألمك ألم الجوع وألم العطش، تذكر إخوة لك يعانون خلال السنة فابذل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ضعف هذا في خلال العام، أما في رمضان فلا شك أن ذلك يتضاعف، لأنك في شهر نزل فيه القرآن، وفي شهر خصه الله عز وجل بعبادة وبركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا شك أن الحسنات تتضاعف مع الصبر، وكالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفقني الله وإياك لكل خير، اللهم اهدنا وهدمنا واجعلنا هدى المهتدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.